مساء الخير على الجميع. أنا في طريق العودة من عمان لإربد، وقفت شوي على جنب الطريق أريح، فوجدت بس تايه لحالها بدون أكل بدون شرب. يا حرام، فسقيتها مي طبعا، وبدي أحاول أخذها أعتني فيها، بلكي إنها عاشت، لأنها يعني شايف أنا بدها تموت والله أعلم، أما إن شاء الله إنها غير تعيش. إيه، وهاي أختها الثانية بس صغيرة، تبارك الله ما شاء الله. وهاي حطيت لي هنا مي، طبعا عطشانات كثير، كان معكم أبو الحروف. هاي بينت أختها الثانية، وأنا صار لي فترة واقف توني شفت أختها الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.